ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ونروح شويه نتكلم عن الدوري المصري والاسبوع الاول للدوري المصري. افضل مباراه من وجهه نظرك؟ بص، الدوري بادئ الفرق مستواها قريب جدا من بعض. سيراميكا عملت ماتش كويس جدا، الاتحاد وبيراميدز ماتش جامد جدا. احلى مباراه الاتحاد وبيراميدز. الاتحاد وبيراميدز احلى مباراه. ماتش اي فرقه، بص انا قلت يا سيف، اي فرقه هتقلب الماتش اجريسيف وبدني قدام بيراميدز هتكسبه. قلت كده بعد ماتش نهضه البركان، ماتش الاتحاد حسام حسن قلبه بدني. بس نهضه البركان بتتكلم فريق تاني دلوقتي، يعني عنده تدعيمات. بس خلي بالك تدعيمات، بس الفرقه فرقه كوره جامده، هتلعب معاهم كوره وتلعب فرقه جامده هتكسبك. انما في ساعات مدرب زي حسام حسن لما عمل قلب الماتش بدني، قلب الماتش ان كل ان كور المشتركه بتاعته، الكور الثانيه بتاعته، حته الحماس بتاعت حسام وابراهيم، ان هم خلوا اللعيبه. يعني انت، انا قريت احصائيه على ماتش بيراميدز والاتحاد حازم، ان الكور المشتركه للاتحاد ب 63%، فده رقم كبير. يعني معنى كده ان ما هو الكور المشتركه دي معناها ان الناس قلب، والناس الكور المشتركه بتبين لك كده حسام قوي، شخصيه حسام وطبيعه الفرق بتاعت حسام. فهو قلب الماتش بدني، فرقه الاتحاد فيها لعيبه كويسه. بصراحه ما عجبنيش في الماتش اللي عمله عمار حمدي بايديه، لان شايف ان هي حركه ملهاش اي معنى. انا متاكد ان الحاج مصلحي وان كابتن حسام وكابتن ابراهيم هياخدوا عقوبه داخليه محترمه. إيه بقى العمل؟ بعد ما جاب الجون عمل كده لرمضان صبحي وشريف اكرام، عمل لهم كده يعني ان انتم بالفلوس يعني. لا والله، اشاره واضحه يعني. وبعدين اللائحه اللي محطوطه، بس هو صرح بعد كده وقال انا، لا هو يقول اللي هو عايزه، انا مالي ما اقصدش كده خالص. لا لا وانا لا 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 وانا دي علامه، دي علامه، ما لا ما دي علامه، ما اصل احنا ناس برضو يعني، الناس بتشغل مخنا. ما انت مش اي حد يطلع، ما هو اتقال له يقول كده. انا بحب عمار حمدي جدا، لعيب كويس جدا، لعيب بروميسنج، لعيب كل حاجه، لكن في حاجات انت النهارده لجنه المسابقات اتعاملت مع عمار، اتعاملت معاه؟ لا ما ينفعش تجيب جونه تاني. لا 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 بص سيبك من الحركه، حالة رهيبة يعني. وبعدين بتعمل، انت عارف ان هو لازم يقعد ياكل قبل الماتش 3 ساعات. لا ماشي، بس كل براحتك حالة. بس ما يعني ما تنفعش تعمل. شريف اكرامي ده كابتنك في الاهلي طبعا، ما ينفعش تعمل له كده. شريف عمل له ايه؟ لا هو اول اللي جاب الجول راح باصص له على الجول وعامل له كده. ما شفتهاش انت ازاي يعني؟ عندنا استوديو فما هو السالب. انتوا ما بتتفرجوش على الماتشات؟ لا لا، الماتش كان شغال والاستوديو شغال. بس شفت الحاجات بعديها، شفت السليبريشن؟ لا اول لما جاب الجون حلو عدى، واول لما جاب الجون حطها في البعيده، اول لما جاب الجون راح لافف وراح عامل شوف، راح عامل وعدى بالكوره وبجسمه وبتاع فاهم. لا جول حلو قوي، هو لعيب كويس قوي، ترقيصه حلو قوي. بس يعني ما ينفعش ان انت ما تدخلش نفسك في الحاجات. وبعدين اللعيبه دي يعني، ارجع تاني موضوع رمضان والشريف واحمد وبتاع، لعيبه جالهم اوفر كويس وقرار بقى صح غلط. ما ينفعش ان احنا يعني طبعا غير م... لا غير طبعا لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش تقعد تحاسبهم يعني اكتر من اي حد تاني. خلاص بقى، خلاص هم لعيبه في حته تانية وعاملهم زيه زي اي لعيب، ما تقعدش بقى حاط عليه السبوت على طول يعني.